يسعد أوقاتكم مشاهدينا. درس المسرح في المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، تخرج عام 89، اشتغل في المسرح ناقدا وكاتبا ومخرجا، كما أسس أول مهرجان مسرحي أهلي في سوريا هو مهرجان المونودراما، كما شارك في تأسيس البيت العربي للموسيقى في اللاذقية عام 2003. إنه الكاتب والمخرج المسرحي الأستاذ ياسر دريباتي. أهلا ومرحبا به في برنامجنا نجوم من بلدي. أهلا بك أستاذ ياسر. يا مرحبا وسهلا. بالبداية خلينا نتعرف على مشوارك الفني وبداياتك. يعني مثل ما قدمت، أنا درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، يعني كانت البداية الأكاديمية بالمعهد. بعدين بعد المعهد بعد تخرجي اشتغلت في مجال النقد المسرح التطبيقي، للأسف طبعا لفترة قصيرة، لأنه يمكن كان الدخول في هذا الباب يحتاج إلى بيئة مسرحية مناسبة، ويحتاج أيضا إلى مشهدية مسرحية واضحة. لذلك مبكرا استدركت ووصلت إلى قرار أنه يجب أن يكون لدينا أولا عروض مسرحية حتى يكون لدينا نقادا مسرحيين. فاتجهت للعمل في مجال الإخراج المسرحي. حقيقة يعني أنا يمكن ربما من البدايات كنت أرى نفسي صاحب مشروع ثقافي مسرحي. لذلك كما قلت كان لابد من أن أعمل في مجال الإخراج المسرحي، لأنني أعتقد أو أرى بأن الإخراج هو ليس فقط طريقة فنية لبناء عرض مسرحي، وإنما هو إعادة صياغة لحياة كاملة ولرؤى حياتي عبر بنى فنية هي بنية المسرح، أو هي طريقة اشتغال على خشبة المسرح. حلو كتير. يعني عملت كممثل مسرحي بالبداية، لكن أو فقط كاتب مسرحي ومن ثم مخرج مسرحي؟ لا لا، في البداية اشتغلت في مجال النقد التطبيقي، النقد المسرحي التطبيقي، يعني دراسة العرض المسرحي، تفكيك الخطاب المسرحي، الاشتغال على بنية العرض المسرحي من إضاءة وديكور وأكسسوارات وما إليه، بمعنى ليس الاكتفاء بالنقد النصي أو النقد التفسيري أو النقد التاريخي، وإنما كان هناك رغبة في الاشتغال على بنية العرض كمجموعة من المكونات الفنية للعرض. لكن كما قلت لاحقا، وكان لدي قناعة أو تأكدت لدي قناعة بأنه الاشتغال في صياغة العرض المسرحي أو في إنجاز عرض مسرحي ربما يكون الأهم، وهذا ما اشتغلت عليه. حلو. طب أستاذ ياسر، هلأ نحن مثل ما بنعرف أنه حضرتك موجود حاليا بالبيت العربي للموسيقى، وأنت أحد مؤسسي هيدا الدار. هيدا الدار عم يصير في مجموعة من العروض الفنية، العروض الموسيقية، معارض بشكل عام. خلينا نحكي أكثر عن هيدا الدار. هلأ مثل ما كنا عم نحكي على الورق، أنه أنا قلت لك أنه البيت العربي مانو معهد، يعني أنا ما بحب هاي التسمية، لأنه فعلا مشروع البيت العربي ليس مشروع معهد، يعني مجرد معهد تعليمي على أهمية المعهد التعليمي، لكن هو مشروع مؤسسي ثقافي فني. ولد هذا المشروع عام 2003، طبعا تأسس مع شريك فيه، هو مروان دريباتي، هو المشرف الموسيقي وهو الموسيقي بالبيت العربي. لكن منذ البداية كان لدينا طموح لأن ننجز، لأن نعمل على مؤسسة تهتم بالتعليم الموسيقي، تؤسس لأكاديمية موسيقية ولا تكتفي بالتعليم الموسيقي، وإنما تقدم أنشطة موسيقية مسرحية تشكيلية. علمنا الموسيقى على معظم الآلات الموسيقية، اشتغلنا على ترويج أيضا بعض الآلات التي ليست موجودة، اشتغلنا أيضا علمنا مادة رسم وأقمنا معارض تشكيلية. وكما قلت حضرتك بالتعريف، أنجزنا أول مهرجان مسرحي أهلي في سوريا
هو مهرجان لازقي للمونودراما. بمعنى البيت العربي كان هو نافذة لنا للعمل الثقافي في على مختلف طبعا الأشكال الثقافية. قدمنا كما قلت الأماس الموسيقي، الأماس الغنائي، أيضا أنجزنا مجموعة من المعارض التشكيلية. حقيقة هذه يعني هذا تصورنا للبيت العربي للموسيقى، وأعتقد البيت العربي من تأسيسه عام 2003 حتى الآن يعني فيما أعتقد أنه ترك بصمة هنا في اللاذقية، وربما حرك الجو الفني قليلا. تماما، مو بس حرك الجو الفني، يعني كمان أنه لما مثلا بيجوا طلابك بيقولوا أنه نحن خريجين من البيت العربي للموسيقى، أو نحن أنه تدربنا عند الأستاذ الفلاني، قديه ما بتحس بفخر، قديه بتحس بقيمة هيدا العمل اللي أنت أنجزته. تماما، يعني أنا في اعتقادي أنه يعني إقامة مؤسسة تعليمية موسيقية هو أمر في غاية الأهمية، لأنه المدينة كما تعرفين يعني والبلد أيضا هو له تاريخ طويل وعريق في وأسهم بشكل واضح في بناء الحضارة الإنسانية، وبالتالي من الأمر الطبيعي أن يولد أكثر من معهد موسيقي. يعني بعتقد وقت نشوف نحن الأجيال اللي مرت على البيت العربي، العشرات والمئات من الطلاب الذين درسوا الآلات الموسيقية المختلفة، أعتقد بأن هؤلاء يشكلون نواة لاحقا لجيل موسيقي متعلم، لأشخاص تشكلت لديهم ذاكرة موسيقية وذاكرة تشكيلية، ذاكرة فنية. أعتقد بأن يعني هذا أمر يدعو إلى التفاؤل، هذا أمر نحن نعتز فيه وقت نشوف الكثير من الشباب والصبايا هني عازفين، هني موسيقيين، هني مهتمين، والبعض منهم أصبح مدرس في البيت العربي. حلو كتير. كيف بتنظر للمقاهي الثقافية الموجودة بمدينة أو بمحافظة اللاذقية؟ هلا ربما اشتهرت المدينة في سنوات ما قبل الحرب بإقامة المهرجانات المسرحية والمقاهي الثقافية، يعني ولد أكثر من مهرجان مسرحي، حتى كان يطلق على أنه اللاذقية هي عاصمة المسرح السوري. ولدت مجموعة من المهرجانات، كان أولا مهرجان المونودراما، بعدين مهرجان الكوميديا، بعدين مهرجان نقابة الفنانين، بعدين مهرجان الجامعة. يعني كان هناك أكثر من مهرجان، كان أكثر من مهرجان للمسرح، وهذا دليل يعني بدي أقول جو اجتماعي حاضن لهي المهرجانات ومتابع لها، لأنه بتعرفي يعني مش نقول عن مهرجان مسرحي في غياب جمهور مسرحي فاعل وحاضر. أيضا ولدت من يمكن العام 2008 أو 2009 أيضا ولدت مجموعة من المقاهي الثقافية، وهي كان شريك معي بمهرجان المونودراما، يعني بمهرجان 2008-2009 قدمنا عروض الون مان شو في اكثر من مقهى ثقافي. اعتقد بان ولاده المقاهي الثقافيه هي حاجه ثقافيه اجتماعيه، هلا لا تكفي انا برايي المراكز الثقافيه الرسميه لانه تقوم بالمهم الثقافي لحالها، لا انا بشوف ان المقاهي الثقافيه هي ضروره اجتماعيه وضروره ثقافيه، وأعتقد بأنه هاي المقاهي أيضا أسهمت في تنشيط جيل من الشباب بمختلف مستويات الفن. هلا لدينا في نادي الأوركسترا على سبيل المثال أقمنا بعام 2012 معرض تشكيلي، عملنا الأوبين ستيج المسرح المفتوح، عملنا الأنشطة الموسيقية، عملنا أكثر من نشاط اجتماعي. هلا النادي هو أحد هاي المقاهي الثقافية، وفي اعتقادي أنه دعم هذه المشاريع هو أمر في غاية الأهمية تماما، لأنه منصات ثقافية كما هي المراكز الثقافية هي منصات ثقافية أيضا. أستاذ ياسر، مثل ما كنا عم نذكر من شوية أنه أنت أحد مؤسسي مهرجان المونودراما اللي أقيم عام 2005 باللاذقية، خلينا نحكي أكثر عن هذا المهرجان ونخصص الحديث عن المونودراما لحتى نعرف مشاهدينا أكثر بهذا النوع من أنواع العمل المسرحي. هلا تأسس مهرجان المونودراما بمبادرة البيت العربي للموسيقى
كان في هيئة تأسيسية من مجموعة من المسرحيين السوريين، كان بالهيئة التأسيسية الفنان زيناتي قدسي، هو شيخ المونودراما في سوريا، وأيضا الفنان المسرحي حسن عقلة، وأيضا الكاتب المسرحي موفق مسعود. يعني فيك تقول هي هي الهيئة التأسيسية لمهرجان المونودراما. هلا طبعا ولد مهرجان المونودراما كما قلتي في عام 2005. قدم المهرجان منذ عام 2005 حتى عام 2012 مجموعة من العروض المسرحية السورية والعربية، وفي الدورة ما قبل الأخيرة للمهرجان كان اشتغلنا على أن يكون مهرجان المونودراما هو مهرجان ليس عربيا فقط وإنما مهرجان عالمي. كنا سنستضيف عروض من ألمانيا واليونان وفرنسا، لكن توقف المهرجان بسبب الحرب. فن المونودراما يعني كما هو معروف هو من يعني أشكال المسرحية الصعبة، لكن لا يعني أنه عرض المونودراما هو يقدم الممثل الواحد، هذا صحيح، لكن هناك في جهود مجموعة طبعا، في كادر، في كادر فني واسع من كاتب نص ومصمم إضاءة وديكور وأكسسوار وإلى آخره من عناصر الخطاب المسرحي. لكن ربما تكمن صعوبة هذا الشكل المسرحي أنه يقدم الممثل الواحد على خشبة المسرح، وهذا يتطلب جهد. طبعا أي بالتأكيد جهد مضاعف من الممثل كي يقنع الجمهور. هذا يتطلب أيضا يعني الاشتغال بجدية أكبر على عناصر الخطاب المسرحي. لكن أعتقد بأن فن المونودراما بالسنوات الماضية أصبح حاضرا في سوريا وحاضرا على مستوى المسارح العربي والعالمي. هناك أكثر من مهرجان للمونودراما في العالم العربي، وأعتقد بها أنه هذا الفن يعني يقدم مسرح نحن بحاجة إليه، مسرح خلينا نقول البوح الشخصي. يعني بمعنى المونودراما تتيح القول الشخصي الذي ربما يعني المسرح الدراما من الصعب أن تقدمه. يعني أمور ذاتية أو أشياء بيحب الممثل نفسه أنه يقدمها بأكثر من شخصية، أو يمكن تخبط هالشخصيات الموجودة حاليا بهيدا الأيام طبعا بعقولنا كلنا. هلا نحن رح نحكي عن خصوصية المسرح بالنسبة لك وأهميته، وقدي أنت يعني بعد هذا العمل الطويل بالإخراج وبالنقد وبالتأليف أنه يعني النتيجة اللي وصلت لها، وقدي أنت بتلامس روح الفن لما بتكون موجود على خشبة المسرح، وقدي بترتاد على المسرح طبعا بما أنه جزء هام من حياتك. يعني هلا هو المسرح هو أنا بشوفه هو طريقة حياة. يعني أنا ما بشوف كتير المسرح بينفصل عن الحياة. هلا أنا ما بوافق على القول أن المسرح هو مرآة للحياة. المسرح هو بحد ذاته هو حياة، هو إعادة صياغة الحياة كما يرى الكاتب والمخرج وعناصر أو مكونات العرض المسرحي المختلف. بالتالي أنا شخصيا بشوف أنه ما فيني أفصل حقيقة بين حياتي الخاصة وبين شغل المسرحي. أنا أعتقد بأن المشتغل في المسرح يجب أن يكون لديه يعني حس عالي تجاه الآخرين، الآخرين أينما كانوا. أعتقد بأنه المشتغل في المسرح يجب أن يكون حاضرا في الفعل الثقافي والاجتماعي والسياسي. لذلك كما قلت من البداية أنه يصعب الفصل. أنا شخصيا شغل المسرحي هو متعة شخصية لي، أشتغل مسرح كما أحب وكما أعتقد. يعني المسرح هو حاجة يومية وحاجة ثقافية لي. الأعمال المسرحية بالعموم هي أعمال قليلة لأن ظروف إنتاج العمل المسرحي هي ظروف صعبة بالعموم، لكن دائما المعايير اللي بيشتغل فيها المسرح هي معايير فنية بالدرجة الأولى. إذا كان في تقييم مثلا للممثلين المسرحيين أو حتى للمخرجين وحبيت أنت تشارك، على أي أساس بتقيم مثلا الممثل المسرحي أو حتى الأداء المسرحي اللي عم يقدوا أو حتى النص اللي مألفينه؟ طبعا هيدا الحكي أنا عم بسألك هو من خلال تجربتك الطويلة وخبرتك بهيدا المجال. طبعا هلا عندنا هون بالبلدية مجموعة من الممثلين المسرحيين الموهوبين
واللي لهم حضور المسرحية على ساحة المسرح السوري. لدينا في سوريا كما تعرفين يعني نجوم مسرح ولهم حضور واسع بالتجربة المسرح العربي ككل. هلا أنا عندما أختار ممثل مسرحي ليكون شريكي في صياغة الخطاب المسرحي فهي خيارات فنية بالدرجة الأولى، وهي خيارات إنسانية. يعني دائما الشغل المسرحي يعتمد على تشاركي بالقناعات، يعني بمعنى أنا اختياري عندما أختار ممثل كي يكون معي في عرض مسرحي يجب أن يكون ممثل شريك معي في صياغة الخطاب المسرحي، يجب أن يكون مؤمن بالمشروع المسرحي الذي أعمل عليه، ويجب أن يكون قادرا أيضا للدفاع عن قناعتي وقناعته، لأنه كما تعرفين يعني المسرح كما قلت هو في البداية هو طريقة عيش وهو طريقة حياة، ولا أعتقد بأنه الممثل سيقنع جمهوره إن لم يكن مؤمنا بما يقوم به ويصنعه على الخشب. يعني لهيك دائما بنشوف يعني الممثلين الجديرين بنشوفهم كأنه عم يقدموا لنا حقيقة، أو بنقول إنه هيدا القصة صايرة معهم على قد ما إنه يعني قدم الشخص تماما. يعني الممثل يعني التمثيل يعني هلا يمكن ضمن أو عند البعض إنه الممثل عندما يكون كذاب فهو ممثل جيد، أعتقد هذا أمر منافي للشغل المسرحي. بعتقد أنه كلما كان الممثل صادقا كلما وصل إلى قلب الجمهور. يعني أنا برأيي التمثيل هو يساوي الصدق، إذا لم أكن صادقا فيما أقول وما أفعل وما أقدمه أعتقد بأنني يصعب أن أكون ممثل جيد. تمام، رح نتابع طبعا الحديث لكن بعد هذا الاستطلاع للزميلة لارا صالح. الأستاذ ياسر درباتي هو من الأصدقاء اللي أنا بعتبر حالي كسبتهم بالمسرح، يعني أنت بتدخلي بتتعرفي على حدا ما بالمسرح بتجربة أولى أو بتجربة تانية، بعدين يا أما بصير من الأصدقاء يا أما بيكون هو إنسان عادي بمر بحياتك ممكن ترجع تعيد التجربة معه مرة تانية أو ممكن ما تعيديها بحياتك. هي الفارقة بين الأستاذ ياسر والناس اللي عملت معهم تجارب مسرحية، فهو يتحول من مخرج مسرحي أو من ناقد مسرحي وأنا ممثل عنده أو عم ساعده بمساعد مخرج أو مخرج مساعد معه بأحد أعماله لا صديق، أنه نحن مطلع سوا مجي سوا مسهر سوا، توضتت العلاقة حتى صار في علاقة عائلية كمان. هذا له علاقة بشي بنفسيته للأستاذ ياسر، هو شخص كتير سموح وطيب، وأحلى شغلة فيه أنه ما بيعصب، انه لما بيعصب هو مثل اي واحد فينا. لما بكون انا مثلا ابرد ما يكون بيكون الاستاذ ياسر بنفس الدرجه هو معصب كثير وقالب الدنيا، فهو شخص كثير باله طويل وودود، هي الصفات قليل ما تشوفيها باي حدا تاني. يعني فبالمسرح متصفين احنا كثير بالعصبيه، فنحن كثير المسرحيين والمخرجين المسرحيين بيقولوا كثير بيعصبوا كثير بيحكوا كثير بيعيطوا، هو بالعكس هو كثير شخص هادئ شخص ودود. هالود اللي كان ينشر لنا اياه بالمسرح ادى لانه يكون في عندنا علاقه شخصيه بالحياه، وهي العلاقة الشخصية صرنا بعدين صارت تتفعل لما صار يفعل فيها نشاطات الإنسانية. يعني مثلا أي نشاط له علاقة ما في ريع مادة، أي نشاط ما فيه فائدة مادية، أي نشاط هو للمجتمع للأطفال للناس المفادين أو المهجرين من مناطقهم، كله هذا عم يكون هو موجود عنده حاضر مع أي نشاط عم يقوم فيه أو عم يشتغله بالتوازي. فهذا الشيء بخليك أنت تتشجع تضلي معه على طول، لأنه هيك شخص عم يشتغل بالتوازي على المجال الشخصي اللي هو مثلنا كلياتنا بنحب يكون عندنا عمل شخصي وبدنا شهرة وبدنا يكون اسمنا معروف، بالتوازي عم يشتغل على موضوع أنه يكون عنده شغل عمله الإنساني يوازي تماما عمله الفني كمخرج أو كناقد أو كصاحب البيت العربي للموسيقى والرسم. فهذا كتير بيشجعك أنك أنت تكوني معه بهذا النشاط الإنساني عم يقوم فيه بهالإحساس المرهف اللي عم يشتغل فيه. شفت هالروح الجميلة عنده، شفت
حبه للإنسانية، حبه للعطاء، إنسان دؤوب دائما عنده أفكار، خلاق وبيتابع أفكاره، بيحاول يحطها على الوراق على الطاولة، يتابعها بشكل جيد بشكل حسيس. نحن ضمن المعهد، نحن أنا بعتبر حالي ضمن العائلة، بحب دائما أنه يطلع إلى الأمام، أنه يرفع مساوية الأداء المعهد بشكل عام. يعني شوفي عنده أفكار، شوفي عنا أفكار تشاركية، هو بيحاول يدعمها ولمعها. أستاذ ياسر متعاون إلى أبعد الحدود، عطيني أنا شخصيا وحتى بعض الأساتذة في مساحة كتير مهمة، إنه بهالمعهد نحن نحط أفكارنا، نحط رؤيتنا، نحن كيف يكون العمل التدريسي أو العمل الفني. الأستاذ ياسر دريباتي من الأشخاص اللي ممكن يكونوا قريبين من يعني قريبين من الإنسان بطريقة لطيفة جدا وودودة وحميمية، لأنه ياسر شخص هادئ وملتزم ومثقف وشخص منظم ومحب للثقافة وللفنون ومحب للآخرين وشخص ودود ويعني ما بشوف الواحد نفسه إلا قريب منه بشكل عام. شخص كتير إيجابي، متعاون، يحب يعني يقدس الشراكة بالعمل، وهو بشكل عام يعني شخص نموذجي فيما يتعلق بالسلوك الإنساني، يعني يحمل كل الخصائص النبيلة الطيبة اللي ممكن تخلي صديق دائما. المشروع الفني بالنسبة لك، شو مشروعك الفني؟ أنا من البداية من اختياري لدراستي في المعهد العالي للفنون المسرحية كان عندي رغبة بالعمل المسرحي والعمل الثقافي. كنت متابع للحركة الأدبية السورية، للشعر، أيضا للموسيقى، للسينما، وبالتالي أنا واحد من المشتغلين في هذا الحقل الفني إذا صح التعبير. هلا كنت أرغب في أن يكون لدي مشروع مسرحي أكثر فاعلي، يعني بمعنى لا يكفي أن نقدم عبر أكثر من 15 سنة أنه 4 أو 5 أعمال مسرحية، هذا لا يكفي. أعتقد بأنه الشغل المسرحي أو الفعل المسرحي يحتاج إلى ريبرتوار مسرحي، يحتاج إلى تراكم عروض مسرحية. ريبرتوار مسرحي شو يعني؟ ريبرتوار مسرحي أن يكون يعني برنامج مسرحي سنوي، يعني بمعنى أنه أنت حابة تحضري عرض مسرحي بعد 6 أشهر بيكون عندك برنامج. أنا بعد بالكانون الثاني في عندي عرض مسرحي بدي أشوف. هلا للأسف حتى الآن لم يتشكل لدينا أي ريبرتوار مسرحي، وبالتالي لذلك يصعب الحديث عن يعني مشروع مسرحي حقيقي. هلا لدينا مجموعة من التجارب المسرحية، أنا فيني أقول قدمت مجموعة من التجارب المسرحية اللي هي جزء من عملي المسرحي والثقافي، أيضا مساهمتي بإقامة البيت العربي هي جزء أيضا من مشروعي المسرحي والموسيقي والثقافي، أيضا إقامة نادي الأوركسترا اللي هو نادي موسيقي ثقافي اجتماعي هي مساهمة. يعني أستطيع القول بأنه
يعني عملي هو بهذا الحقل الثقافي الفني. هلا الى اي درجه كنت موفق بهذا الانجاز هذا متروك للاخرين الحكم عليه، لكن انا شخصيا دائما البوصله هي الحب، يعني بمعنى ما اعمل عليه اعمل عليه بحب. لذلك دائما اشتغل على متعتي الشخصيه، انه وقت اللي بعمل بروفا او شغل انا فعليا هل ما اقوم به هو ممتع ام غير ممتع. يعني اذا ما اقوم او ما اشتغل عليه غير ممتع على المستوى الشخصي، فاعتقد بانه لن يكون ممتع على المستوى العام. بوصلتي دائما هي متعتي الشخصيه، قناعتي هي اولا. لذلك ما قمت به بالسنوات الماضيه هو خطوه بهذا المجال في العمل الثقافي والفني. هلا حكينا عن ياسر درياباتي كمخرج مسرحي وكناقد وككاتب ايضا للنص المسرحي، وحكينا كمان كمؤسس للبيت العربي للموسيقى ومهرجان المونودراما. شو بدنا نحكي عن ياسر درياباتي خارج الفن؟ هلا خارج الفن انا اب لي طفلين، مطر ونهار. مطر وانهار؟ نهار نهار نهار. أيه. ليش يعني من الطبيعة؟ يمكن يعني هيك يعني الاختيار الأسماء كمان هو يعني جزء من قناعات شخصية. هلا يمكن ما بعرف الأولاد لاحقا ما يحبوا هالأسماء. صبي مطر صبيين أي صبيين ونهار. مطر ونهار صبيين. متزوج، زوجتي طبيبة أسنان، متزوج حديث العهد بالقياس بالزواج المبكر. يعني يمكن أنا كمان حياتي الخاصة وحياتي الفنية في تداخل، في تداخل، لأنه يعني مثل ما بتعرفي العمل الثقافي هو عمل عام، وبالتالي ما فيك تفصلي حياتك الشخصية كثير عن حياتك العملية. دائما شغلي بالنادي هو إقامة معارض، تنسيق لمعارض، تنسيق لندوات. أيضا شغلي بالبيت العربي هو أنك يعني أكثر من حفل بقوم في البيت العربي على مستوى طلابنا، على مستوى استضافة فرق. بالتالي دائما في هذا التداخل بين الخاص والعام. لذلك دائما بيتي بيكون على المسرح او المسرح بيكون بالبيت او البيت العربي. فكثير من الاستضافات انا بقول تفضل زورني على البيت العربي، لانه يمكن تواجدي اكثر من تواجدي بيتي. يعني هذا فيني اقول هي حياتي الخاصه. أصدقاء العمل مثلا يعني مشاويركم كذا ما ولا كله خلاص مكرسوا للبيت العربي للموسيقى؟ لا طبعا أنا يعني قلت في تداخل بين الخاص والعام، لكن هي الحياة الخاصة هي حياة غنية. دائما في مجموعة من الأصدقاء، العائلة، يعني عندنا عائلة نحن كبيرة. شاركك الزوجة بأنه مثلا فكرة كأعمال مسرحية لما تكون عم تكتب نص مسرحي؟ أو كمان سؤال تاني، أنه ممكن أنه يأثر عملك على أولادك؟ أخذين شيء من يعني اهتمامك بالمسرح، اهتمامك بالكتابة؟ هلا دائما يعني بتعرفي حياة الأسرة هي تحتاج إلى وقت. هلا ما بعرف لأي درجة هذا الوقت عم يمنح للبيت للأسرة، لكن بالعموم يعني في مثل ما قلت في هذا التداخل بين الحياة الخاصة والعامة. هلا زوجي بتقرأ دائما عفوا بتقرا اللي بكتبه، يمكن اول هيك اول قارئ اللي ما اكتبه. طبعا دائما يعني بكتب للمسرح، يعني فينا نقول كتابي مسرحي، كتابي لخشبه المسرح. انا ما بكتب نص ادبي حتى يطبع في كتاب ويوزع. وانا اكثر العروض اللي اشتغلتها عروض المونودراما هي كتابتي، يعني بمعنى ما افكر به وارغب على الاشتغال عليه اكتبه، فصير انا كاتب ومخرج للنص. لذلك يعني البيت مثل ما قلت يعني كان إلى أي درجة مخلص لشغل البيت، للاهتمام بالبيت. هذا أمر أيضا ما بعرف إلى أي درجة هالحكاية إنه في رضا مثلا أو ما في رضا، هذا بدي أسأليها لزوجتي. حلو كتير، يعني أهم شيء التشاركية والانسجام بالأفكار. أكيد رح يأثر هذا الموضوع على العائلة، بس أكيد رح يكون تأثير إيجابي لأنه بيخص الفن الموسيقى، وهذا شيء كتير حلو. يعني مثل ما بنعرف الفن مو أي شيء، أي دائما بيصير توريط كمان للعائلة. يعني برات صغار بيجيبهم معي بيحضروا مسرح، بيطلعوا على المسرح بيحضروا بروفات. أي فهني حتى بيكونوا شركاء
يعني بأي شغل، أي شغل فني. حلو كتير. طبعا نحن وقتنا خلص معك، كان الحديث كتير شيق، حابين نحن نتابع لسه أكتر بهيدا الحديث الجميل. نتمنى لك مسيرة فنية يعني لمستقبل زاهر أكتر من اللي حصلت عليه لسه، أنه تحصل أكتر. طبعا هيدا الشيء رح يكون من خلال الطلاب اللي أنت بتدرسه، اللي رح يجوا يتذكروا أستاذنا أستاذ ياسر دريباتي. بدي أتشكرك الكاتب والمخرج المسرحي ياسر دريباتي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. شكرا. شكرا لك. الشكر الأكبر بيبقى لكم مشاهدينا. نشوفكم بحلقة جديدة. باي باي.